مرحبا موسى. مرحبتين ماجد. موسى، من الواضح من متابعة مباراة أمس في البريمير ليج أن مانشستر سيتي يخطو بثبات نحو اللقب، ليس كذلك؟ أعتقد أنها هي مسألة وقت. سيتوج يعني مانشستر سيتي بلقب بريمير ليج. واضح جدا بأن فريق المدرب بيب غوارديولا يعيش فترة من التألق. بالأمس فاز على ويست هام بهدفين لهدف ليبتعدها في صدارة البريمير ليج بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد. الانتصار هو رقم 20 على التوالي للسيتي بجميع المسابقات يا ماجد، في 14 مباراة على التوالي للفريق في البريمير ليج. غوارديولا اعتبر نجاح فريقه في تحقيق سلسلة من 20 انتصارا متتاليا في كل المسابقات من أعظم إنجازاته خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات وبالألقاب، خاصة خلال هذه الفترة من الزمن في ظل عدم حصول على راحة لمدة أسبوع واحد على مدار 3 أو 4 أشهر، وخوض مباراة كل 3 أيام ومع أزمة كوفيد-19 الذي أصاب الجميع ومن دون حضور الجماهير في المدرجات. تفاصيل حول هذا الموضوع في هذا التقرير. دعنا نذهب إلى إيطاليا. يوفنتوس تعثر من جديد، هل يكون لقب في ميلانو هذا العام؟ أعتقد يعني يوفنتوس يعود للتعثر من جديد. بالأمس سقط في فخ التعادل، أنا أعتبرنا التعادل بمثابة خسارة ما مضيفه إلى صفر ولا في منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي. يوفنتوس افتتح التسجيل عن طريق نجمه كريستيانو رونالدو، يواصل يعني تسجيل الأهداف وحصد النقاط مع يوفنتوس، لكن أصحاب الأرض تمكنوا من التعادل في الدقيقة 77. التعادل رفع رصيد يوفنتوس إلى 46 نقطة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن المتصدر إنتر ميلانو و3 نقاط عن ميلان الوصيف. في الوقت ذاته عزز رونالدو صدارته لقائمة الهدافين برصيد 19 هدفا، موسعا الفارق إلى هدفين عن أقرب مطارديه البلجيكي لوكاكو هداف إنتر ميلانو الإيطالي. طيب موسى، أيضا في ألمانيا يعني تقدم بايرن ميونخ معروف والجميع يشاهده، لكن هل تعتقد هناك من سيوقف هذا التوقف هذا التقدم؟ أعتقد في هذا يعني في أوج عطاء بايرن ميونخ. ذكرنا ربما قبل 3 مواسم حقق بايرن ميونخ بالأمس فوزا عريضا على ضيفه كولومبيا نتيجة 5 أهداف مقابل هدف في الجولة 23 من الدوري الألماني. كالعادة ليفاندوفسكي أحرز 2 من الأهداف 5 ليرفع البايرن رصيده في الصدارة إلى 52 نقطة، فيما توقف رصيد كولون عند 21 نقطة في المركز 14 في جدول الترتيب. وأنا أعتقد أن في بداية سؤالك أن ما أعتقد أن أحد راح يتمكن من إيقاف بايرن ميونخ هذا الموسم في البوندسليغا ماجد. طيب موسى، صراع الآن في ملاعب مختلفة بين يعني من يسمون بالملك والسلطان، نحن نقصد لاعبان بالطبع، ما التفاصيل؟ تفاصيل ربما تحدثت عنه في الساعة الماضية. صراع بين أسطورتين ليبرون جيمس وزلاتان إبراهيموفيتش. زلاتان كالعادة يعني ينتقد الكل، ذهب حاليا للاعب متقاعد. يعني ليبرون جيمس معروف أنه دائما يعني يدخل في أمور له خاصية مجتمعية ودائما يتدخل في حقوق الإنسان والمساواة، الأمر الذي انتقده زلاتان بشدة، لكنه فتح الباب أمام نزاع مع النجم الأمريكي. زلاتان كما نعرف كمعروف يعني كما ذكرت في البداية بأنه دائما يدخل في صراعات يعني خاصة فيها تصريحات قوية وفيها غرور. تفاصيل حول هذا الموضوع أيضا في هذا التقرير.
الختام ماجد يعني ما دائما زلتان يعني يخرج خارج صندوق لكن تعودنا عليه بالطبع. أشكرك على كل هذه الأخبار والتقارير أيضا موسى البلوشي.